لقاء حرس الحدود والنادي الاهلي، والاهداف اللي سجلها النادي الاهلي النهارده كانت في البدايه عن طريق راسيه رامي ربيعه، ده كان في الدقيقه 38. الهدف الثاني كان لصالح مؤمن زكريا، هدف من الاهداف الملعوبه جدا والاهداف المميزه، حتى مارتن يول كان سعيد جدا بيها، والناس اللي متابعه شافت ان النادي الاهلي لا عنده شكل، النادي الاهلي بقى عنده شكل حقيقه واضح جدا. النهارده كان في تغييرات كمان في طريقه النادي الاهلي، او تخليني اكون يعني محدد جدا في كلامي، كان في تغييرات النهارده كبيره على مستوى التشكيل. شفنا النهارده سعد سمير، شفنا حسين السيد، ده الهدف اللي انا بقول لحضراتكم عليه، هدف مؤمن زكريا في الدقيقه 52، وكان تعرض قائد الفريق حسام غالي لبطاقه حمراء في الدقيقه 60، طرد على اثرها. مؤمن زكريا رجع تاني وسجل في الدقيقة 70. المباراة الحقيقة اتظلمت، لأنه احنا هنفضل نتكلم في الموضوع ده ومش هنزهق، يعني مباراة اتظلمت طبعا، لأنه في نفس توقيتها كانت مباراة ريال مدريد في نصف النهائي مع مانشستر سيتي. الجول ده من أحلى الأجوان اللي جه الموسم ده، مؤمن زكريا ما استناهاش وما بصلهاش كتير الحقيقة، جات له وصلت له عن طريق الخطأ، لكن هو كان ذكي جدا، كان لامح حارس المرمى، كان متقدم ما استناش عليها وسجلها مباشره، ده كان في الدقيقه 70 علشان يكون ده الهدف الثالث للنادي الاهلي من الاهداف الحلوه والاهداف الملعوبه النهارده. لو بصيتوا كده على مجمل اهداف النادي الاهلي هتلاقيها كلها اهداف ملعوبه واهداف جميله. ده الهدف الرابع اللي سجله سعد سمير في الدقيقه 80. سعد ربنا بيكافئه الحقيقه، صبر الفتره اللي فاتت طويله، الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. النهارده مارتن يول بيرجعه تاني، الجهاز الفني عنده ثقه فيه ان هو يبقى موجود مع النادي الاهلي، والتغييرات النهارده اللي حصلت في تشكيل النادي الاهلي يمكن اسفرت عن مكاسب كتير للنادي الاهلي.